هدول الألعاب فرحة كتير كبيرة بالنسبة لي عشان هذا المشروع. يعني حسيت إنه يعني صرنا 4 سنين تقريبا نشتغل عليه، فهي كانت فكرة ووصلت لفوق 20 توب، فهذا بالنسبة لي فخر. مشروع مدينة عبارة عن لعبة تقليدية قديمة لابسة التوب الفلسطيني أو الأردني من عدة مناطق، وهدف المشروع إنه هو الحفاظ على التراث. مركز تراث تبع السيدة وداد قعوار هو المركز اللي باجي باخد الأفكار منه، اللي هو بيعطيني الإلهام تبع التواب تبعون مدينة. هلأ إحنا بمرحلة تصميم اللعبة نفسها، بعد ما نقينا وشرينا ماشة الخام. هذه أم حسين عم بتخيط، بتقصقص عشان نقدر نخيط اللعبة. أهمية مشروع مدينة للستات والصبايا اللي بيشتغلوا معنا، غير إنه دعم مادي، أهم من هيك كان دعم معنوي وورجى موهبتهم. تعرف هذا التراث هوية البلد، لازم نحافظ عليها، ولازم هذا الاشي ما بيندثر، بيظل يعني انه مستمر، لان هويتنا هاي بالاول وبالتالي. وبعدين احنا قاعد نساعد دول الستات لان دول اقل حظا، يعني انه بيفيدوا حالهم. فهذا بالنسبة لي فخر كتير كبير، وخصوصاً لما أشوف ناس بتصورهم ببيوتهم بعتوا لي الصور، وقديش فرحة بالنسبة لي إنه يكون إشي بربط الناس لتراثهم.